مرحبا بكم دائما مباشرة على راديو أصوات، اسمع وتمتع في برنامجكم كاين الحل مع الدكتور معتوق. صباح الخير دكتور معتوق. صباح النور فوزية، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. إذا كيف كتشوف قبل توضيح اليوم الملف ديال اليوم اللي كيتعلق بالسيدة اللي عاونات الرجل ديالها باش يبني الدويرة أو قبر الحياة كيف تيتقال، لكن اليوم كتفاجأ بأنها خصها تخوي هاد الدار اللي ساهمت فيها بالذهب ديالها حسب التصريح ديالها، وأيضا حتى الورد اللي ورثت على الوالدين ديالها. لذلك لكون الزوج لم يملك البقعة المذكورة عن طريق إرث أو شراء، بل هي بقعة سلمت له للأسرة كاستفادة وجزاء على التضحية وتلبية نداء الوطن. لكي نرجع هذه البقعة سلمت للزوجين أم مزيان. نعم دوزو التوضيح دكتور معتوق قبل ما فقط يعني الملف تارني شوية بحكم الوقت فوزي نديرو التوضيح ياك فقط ولو باختصار دكتور، يعني أكيد أن أكثر تينتظرونا وكينتظروا هذيك التوضيح أو هذيك المعلومة اللي كنحصلوا عليها يوميا عندكم دكتور معتوق. تاو المعلومه لاله فوزيه كتعلق اليوم بهذاك السائق اللي كيكون في السياره ديالو وكيكون واقف في كيكون صف ديال السيارات مثلا راكنين في واحد في واحد الشارع، وهو كيجي بالدرجه الثانيه وتيوقف بالصف بجنب هذيك السيارات اللي راكنين، ياك تنسميو بالفرنسيه دوزيام بوزيسيون، يعني الوضعيه الثانيه، وكيكون في قلب السياره ديالو، يا اما تيعين ولده يخرج من المدرسه، او لا تيعين شي واحد يرد عليه شي حاجه ولا يجاوبوا شي جواب، يعني غالبا تتكون داك الوقفه سريعه. في هذيك الحاله الا كان الشرطي تما وجا بغى يدير له مخالفه، الشرطي ما عندوش الحق يدير له المخالفه، ما عندوش الحق يدير له مخالفه ديال مخالفه الوقوف الوضعيه الثانيه. علاش؟ لانه القانون مدون السير اش يقول؟ تيقول المشرع تيخص الشرطي يعطي الاوامر للسائق صاحب السياره ليوضع نهايه الى تلك الوضعيه. لتلك الوضعيه. يعني تيقول له الله يخليك تحرك بالسياره ديالك راك في وضعيه غير قانونيه. نعم. السائق تيخصو يمتثل الاوامر ديال الشرطي ويوضع نهايه لديك المخالفه ويتحرك. ولكن ما عندوش الحق وهو جالس فيها يقول له ندير لك مخالفه في التقلل، يقول له ندير لك مخالفه. لا. تيقول له الله يخليك تحرك من هنا. إلا ما امتثلش الأوامر ديال الشرطي، لأن الشرطي عنده مسؤولية تنظيم السير. نعم. السير. إذا ملي تيقول له قالها له إذن راه شاف بأن ممكن تكون هناك عرقلة، وخصو ما ينتظرش حتى تكون هناك عرقلة وعاد نبقاو نحلوا المشكل، لا، شاف بأنه ديك الوضعية غير قانونية تيقول له تحرك الله يكثر خيرك، خص هذاك السائق يمتثل الأوامر، ولكن ما عندش الحق الشرطي يجي لعندك السيد ويقول له دابا أرادك الوريقات نديروا لك مخالفة راك واقف وضعية غير قانونية. إذن حتى يعطيه الأوامر وما يمتثلش الأوامر عاد يمكن له يسجلوا المخالفة ديالو. نعم شكرا لك دكتور معتوق على توضيح أو معلومات اليوم، وغادي نمروا الملف اليوم. الملف اليوم فوزية كينكب في هذاك الفصل 49 ديال الاقتسام الممتلكات. اييه. يعني هاد الوضعيه راه اخلاقيا انسانيا غير مقبوله. قانونيا هذه الوضعيه اللي عندنا اليوم. ان المراه كتكون مزوجه بالزوج ديالها وعايشين واحد 20 عام مجموعين او 30 عام وكيكبروا وتيكبروا في السن وكيجي الزوج، للاسف هاد الحالات موجوده. كيجي يا اما تتكون الوضعيه ديالو الماديه تغيرت وبغى يتزوج بمراه اخرى، او لا عيا وبغى يتزوج بمراه اخرى، على اين بصرف النظر على السبب وبغى يتزوج بمراه اخرى، المراه رفضت له مثلا تينوض تيقول اذا نطلقوا. العيب ماشي هو في هذا الشيء، هذا العيب انهم لا ما اتفقوش راه يوضعوا نهايه لهذاك العقد الزواج. العيب هو انهم بعد 30 عام او 40 عام هذيك المراه اللي ما خدماش واللي ما عندهاش واحد المستقبل واللي ما دارتش واحد الادخار واللي ما عندهاش شقه فين تسكن، في ديك 30 عام بعد 30 عام كتصبح اجنبيه بالنسبه لذاك الزوج ملي كيطلقها تيقول لها خرجي لي من داري. هذيك داري. وانت اجنبيه وانت دابا جالسه في ذاك الشقه بدون سند قانوني. اذا تيطلب وكيدير دعوه ديال الافراغ. هادشي طبعا اذا ما كانوش عندها الوليدات قاصرين، اما اذا كان عندها الوليدات قاصرين فخصو يوفر لها يا اما السكن او يكري لها او يعطيها السومه الكرائيه باش يمكن لها تكري. اذا دابا الحاله اللي عندنا اليوم وان السيده امينه وصلنا للطلاق والراجل بغى دارو، الصعوبه فين كاينه؟ هو في تفعيل الفصل 49 من مدونه الاسره اللي تيقول بانه المبدا هو استقلاليه الذمه الماليه، كل واحد ديالو عنده، اذا الدار في سميه الراجل اذا دارو.
إيه، ولكن قال لك إلا ما اتفقناش على الاشتراك فيما ملكناه أو ما ملكاه الزوجين بعد الزواج ونقسموهم بعد الطلاق، إذن تيقول لك المشرع تيخص المحكمة تأخذ بعين الاعتبار المساهمة ديال الزوجة في تنمية الثورة الثروة ديال الزوج ما بعد الزواج. وشنو كناخذوا بعين الاعتبار؟ ثلاثة ديال الأشياء: عملها، العبء الذي تحملته، والمجهودات التي قامت بها. إذن دابا هاد السيدة ماشي ما دارش العمل، ولكن باعت الذهب ديالها وباعت الإرث ديالها، الفرد ديالها اللي خدات في الورد ديال امها ولا ديال باها، باعتهم. هادو دابا حيت تجيب الإثبات بأن كان عندها الذهب، يعني جيب تواصل باش كانت تملك الذهب، ولمن باعت أو الشهادة لمن باعت أو فوقاش باعت وبشحال باعت والتاريخ فاش باعت ومع التاريخ فاش بنا هو الدار بداك الإعانة اللي عطاته، بالإضافة لذاك الإرث اللي خداته هو، جيب الإثباتات بأنه المحكمة تخصها تفعل الفصل 49 وتقول له أنت غادي تطلق، ما كاين حتى مشكل، طلقته ولكن راه عندها واحد الحق فهاد الثروة ديالك اللي درتي، والمحكمة عندها السلطة التقديرية باش تقرر على حسب المساهمة ديال الزوجة واش الثلث واش الربع واش النصف واش أكثر من هذا. نعم، نسمعوا أمينة دكتور معتوق. نشوفوا أمينة. واخ أمينة. نعم لالا، مرحبا بك على راديو أصوات. بارك الله فيك، كيف داير أختي؟ بخير. الله يبارك فيك، أش أخبارك أنت؟ بخير الحمد لله. كيف داير دكتور معتوق؟ أهلا سيدة أمينة، لاباس عليك لالا؟ بارك الله فيك سيدي، كنشكرك بزاف. مرحبا لالا. مرحبا. الحمد لله الوالدين. قولي لنا لالا أمينة، دابا اليوم راكي مطلقة؟ نعم سيدي. وراكي جالسة في الدار ديال راجلك؟ ايه سيدي، استفدنا البقعة من الدولة. لا راني قريت الرسالة ديالك وفهمت منين جات الأرض إلى آخره. عندك شي وليدات ألا لا؟ عندك أربعة ديال الدراري، جوج ولاد وجوج بنات. عندي أربعة الدراري، جوج ولاد وجوج بنات. شحال في عمرهم؟ الدرية الكبيرة عندها 19. والصغار؟ الصغير فيهم عنده 6 سنين. 6 سنين، شحال عندهم اللي عندهم قل من 18 عام؟ عنده 16. دونك واحد عندك 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 واحد عنده 8 سنين. الاخر عنده 11. واحد 6 سنين والوليد 11 عام والبنيته 16 عام. البنيته 16 عام. وحده مجوجه. وهذيك اللي 19 مجوجه ولا ما مجوجاش؟ لا كتقرا استاذ، كتقرا. كتقرا في الكليه. عندها الباك العام. اي والله يوفقها. بارك الله فيك، الله يحفظك دكتور. اذا اليوم المسطره ديال التطليق، الزوج ديالك اللي طلب التطليق للشقاق. هو اللي طلقني سيدي، هو اللي طلقني، قال لي تعطيني موافقه باش نتزوج وانا ما بغيتش. وعلاش ما بغيتيش يتزوج؟ وانا نشرد ولادي، وانا ماشي انا كبيره ولا انا نحتاج، ما بغيتش نعطي الموافقه حتى مره ما كتكبر الذره. لا انا تنسالك زعما سؤال فقط بطريقه يعني موضوعيه وبريئه، زعما واش حيت يمكن كان عطيتيه الاذن بالتعدد، يمكن كان راكي بقيتي في دارك ووليداتك. أنا ما بغيش نعطيه الموافقة، هادشي اللي قال لي راسي ما بغيتش نعطيه الموافقة دكتور، أنا خفت ولادي يتشردوا ليا في الجيل. لا لا فين، لا كان يمكن لك تعطيه التعدد ولكن تقول له الله يخليك نبقى أنا في الدار أنا وليداتي مثلا. وهاد الفكرة اللي ما طشت عليها أستاذ. وهذا الراجل اللي بايعك أنت بيعيه، هو باغي يطلق وانت تقولي له لا مثلا، زعما يعني الانسان تيتعاشر تيمشي بالموده والرحمه، ولكن راه عندنا واحد الدرجه ديال الكرامه اللي كتوصل من فوق منها ما نقدروش، يعني لا يلام الانسان ملي كتوصل لواحد الدرجه ديال الاهانه. انا دكتور ما بغيت اختي تجي شي مره عليا ثاني وتعطيك اكثر المشاكل وتنويها وما قدرتي نعطي الموافقه. من حقك لا، هذا الشيء اللي عطاك القانون كيقول لك انت تختاري، اذا بغيتي تعطيه الاذن راكي تعطيه له وتتبقاي انت والزوجه الثانيه، والا ما بغيتيش تعطيه الاذن طبعا المحكمه تيخصها تثبت في المسطره ديال التطليق هي الاولى تاخذي الحريه ديالك وعاد يمكن له يتزوج هو مره اخرى. المحكمه من اللي حكمات، واش حكمات عليه باش يخلص لك الكره ولا ما حكماتش؟ حكمات لي باش يخلص لي الكره. شحال حكمات لك في السومه الكلائيه؟ ما عرفتش شحال استاذ، 40 يمكن، لا غير 8000 ريال اللي خرج لي قاده الاسره، يمكن غير 8000. المهم داكشي كله مجموع 46000 ريال. 46000 ريال بين النفقه ديال الدراري والاجر ديالك والكراء. الكراء يمكن هادشي اللي كاين استاذ. واخا وكيخلص النفقه ديالو، كيخلص هاد الفلوس ولا ما كيخلصش؟ قال لي عليه الدراري بجوج حرضهم عليا ولاو يكرهوني، قال لي عليا الدراري بجوج. وخذا لي النفقه ديالهم بدون استشاره القانون. لا ولكن شنو دابا راهم عايشين معاه؟
دابا عايشين معاه الولاد. شكون هما الولاد بجوج؟ يعني دير 7 سنين، دير 6 سنين ودير 11 عام. واه 6 سنين و11 عام. جالسين عنده. ما كنشوفهمش، عنده 6 سنين، الاخر عنده 11 وما كنشوفهمش، ربي اللي عاند ليه. وكيعطيك غير النفقة ديال جوج البنات. يعطيني غير النفقة ديال جوج البنات صافي، حتى من الحضانة ديالي يقسمها معايا. اه لانه عندك 4 ديال الدراري وخدا جوج، والفلوس اللي كراتها كيخلصها. لا ما كيخلصها استاذ، عمرها ما خلصها ليا. لا هذيك 8000 ريال اللي حكمت بها المحكمة راه خصو يخلصها لك مع النفقة ديال جوج بنات. لا ما كيخلصهاش ليا استاذ، عندي الوثائق كلهم دابا نفاكسيهم عليكم وتشوفوا كل شيء. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. دابا كتفهميني مزيان شنو تنقول امينة؟ نعم استاذ. كتفهميني مزيان شنو تنقول؟ فهمتك استاذ، واه فهمتك. لا ملي كتكوني كتسمعي لنا البرنامج، حيت قلتي لي في الرساله بانك كتبعي هذا البرنامج معنا ياك. نتبع عدي من هو اللي فرحت انا باش نطرح لكم المشكل ديالي. واخا قولي لي واش كتفهميني، واش كتفهميني ملي كنكون كنهضر، واش داك الشيء اللي كنقول واضح وكتفهميه؟ غير شويه وكان فهمتي انايا، انايا اميه والمشاكل اثرت عليا في قداتيره بالمشاكل مع السيد، راه ربي اللي عالم شنو داير ليا. سولتك هذا السؤال امينه واش كتفهميني، باش نشوف واش نقدر نقول لك يعني شنو يمكن لك ديري باش تاخذي الحقوق ديالك، ولا يعني غادي يجي صعيب انك تستوعبي شنو تنقول لك. هادشي علاش سولتك هذا السؤال، نقول واش تفهميني اللي غنقول لك ديري ولا ما ديريش ولا ما تعرفيش ديري. شرح لي غير بشويه استاذ، يطول عمرك وغادي نفهمك. غادي نشرح لك غير بشويه لالا. ايوا دكتور، قبل باش نعطيو وقت الاخت امينه، غادي نتوقفوا لحظات. امينه خليك معنا ونرجعوا ويعطيك الدكتور ان شاء الله شنو خصك تعملي باش ترجعي الحقوق ديالك. خليكم معنا جميع دائما مباشره على راديو اصوات، غادي نرجعوا على راديو اصوات مباشره. كنحييكم فين ما كنتوا، حنا مازال متواصلين معكم. كاين الحل مع الدكتور معتوق، وملف اليوم اللي كيتعلق بسيده او مرأة اللي عاونت زوج ديالها باش يبنيو بيت الزوجيه، واليوم كتلقى راسها خصها تخرج من هذا البيت لانها ما كتوفرش لها وثائق كتثبت انها ساهمت او باعت الذهب ديالها والورث ديالها باش تبني قبر الحياه، لحد التصريح ديال امينه دكتور معتوق. اذا سمعنا القصه ديالها، هي مؤثره صراحه، وهي قصص كثيره ماشي امينه فقط، هما امينات كثار اللي عاونوا الازواج ديالهم، ولكن مع الاسف ما كاينش وثائق او حجج كتبين انهم فعلا ساهموا. امينه اشنو خصها دير اليوم دكتور معتوق؟ بالنسبه لامينه كتسمعيني ياك لالا؟ نسمعك سيدي. دابا انت يا لالا، المحكمه حكمت واحد الحكم ياك؟ انا سيدي. هذيك الحكم اش كتقول فيه؟ كتقول فيه بانه الزوج ديالك خصو يخلص لك 46000 ريال. ياك؟ كتقول داك المحكمه كتقول في الحكم خصو يخلص لك 46000 ريال. فيها النفقه ديال 4 ديال الوليدات والحضانه ديالهم، اجره الحضانه، وفيها ايضا السومه الكرائيه باش المفروض تكري. دابا انت داكشي اللي كتاخذيه من عنده دابا كيزي يعطيه لك، كيعطيه لك في يديك ولا كيعطيه لك عن طريق البنك، ولا كيفاش يصيفط لك الفلوس من الشهر للشهر؟ يعطيه عن طريق البنك. مزيان، شحال كيعطيك في الشهر؟ لا لا كيعطيك 22. مره عطاني 11000 ريال. مرة عطاك 11000 ريال وانت طبعا دايره محامي. انا خديت المحامي، بقى هي ما اول جلسه عندي قد خديت. لا، اين اول جلسه؟ دابا المسطره انتهت. دابا المحامي داير على حساب الدار ماشي على حساب على الدعوه ديال الدار. لا دابا هذا المحامي ديالك ياك؟ نعم. المحامي ديالك بغيتك لالا تمشي لعندو وتقول له الله يخليك طلب لي باش ينفذ الحكم كامل، راه تينفذ غير طريف من الحكم. اشنو هو طريف ديال الحكم؟ يعني تيخلص لك 11000 ريال او 20000 ريال وكتبقى عنده 26000 ريال، خصو المحامي ديالك يدير طلب تنفيذ على الكماله ديال ديك النفقه وديال السومه الكرائيه اللي مازال كتساليه. يعني هاد الشهور هادي خصك تحصلي عليها، خصك تاخذيها. اما الوليدات اللي داه هو منو راسو ما عندوش الحق، لانه ملي داهم بوحدو كيكون خرق الحكم اللي حكمت به المحكمه واللي عطاتك انت الحضانه، وما يمكن له يحيد لك الوليدات الا بحكم اخر. يعني كنسموا بانه كيسقط عليك الحضانه او انت كتنازلي على الحضانه، اما باش يجي هو يقبطهم ويديهم بوحدو لا، راه تيكون خرق المقتضيات اللي كاينين في ذاك الحكم. هذاك الحكم اللي حكمت به المحكمه هو راه خرقه، ما احترموش.
فهمتي؟ ماشي من نور راسو يهز الدراري ويقول لك غنعطيك غير على هادو وهادو غادي يبقاو عندي. لا، باش يمكن الوليدات يمشيو عنده في الحضانه خص المحكمه اللي تقولها، ماشي هو اللي يقولها. اذن دابا اليوم تتقول لهم انا بغيت وليداتي يكونوا معايا وبغيت الكماله ديال النفقه ديالي والحقوق ديالي والواجبات ديالي. اذن المحامي ديالك يعني ملي نجيت ولادي استاذ. نعم لالا. ربي اللي انا ملي نجيت ولادي ما كنشوفهمش وضايعين غير في الشارع، هو خدام وهو غير ضايع ما عنده سوق وضايعين في الشارع وكيعيش غير مع ولاد عمته ولاد عمته غير محابسيه وش ماكريه وحاجه كون هما مسخين. امينه حنا غادي نعيطوا امينه دابا. انا غير تنقول لك الاجراءات القانونيه اللي تخصك ديري باش تاخذي جميع الحقوق ديالك، ولكن حنا غادي نعيطوا للزوج ديالك اللي هو مصطفى باش نشوفوا اشنو ناوي يدير وعلاش ما كيعطيكش. واش عنده الفلوس امينه؟ عنده الفلوس؟ عنده فلوس استاذ. الدار اللي استفد من البقعه من الدوله كان يجوج فيها لتحت. اها. وعنده دار ثانيه بعيده علينا في حي النهضه، هذيك شاريها من ماله. ولا والخدمه شنو كيخدم ولا ما كيخدمش؟ هو طاشر والخدام كيشد الخدامه مزيان ما تيلعبش كيكريها. دابا هاد دابا هادشي اللي قلت لك انا على النفقه ياك. اما بالنسبه الحق ديالك انك بعتي الذهب ديالك، واش عندك شي 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 وثيقه ولا عندك الشهود اللي تيقولوا بإذا واحد النهار بعتي الذهب ديالك؟ ما عنديش حتى حاجه استاذ، عندي الا الله وجواج ديال لي. هادشي اللي كان في بالي انا ما كنتش ناوي غنصرع هاد المشاكل بحال هكا. عندي شوفي شوفي راه جواج النيه، راه جواج النيه والا الله هو احسن ما كاين. والله العظيم استاذ إلا يدير غير زواج ديالي ما نصحبه غير يوصل لهاد المشاكل كلها. واخا أرى نسولك السؤال الثاني، هذا ديال الذهب اللي بعتي قلتي ما عندكش حتى حاجة اللي كتثبت بينا كي بعتي الذهب ياك؟ ما عنديش حتى حاجة ربي اللي راه شاهد عليا. واخا والورث ديالك شحال ورثتي؟ الورث ديالي؟ اه شنو ورثتي؟ ورث ذاك البقر اللي ذاك الماشية اللي خلى الواليد وذاك العودة وذاك ذاك التيرة اللي خلى الواليد كلهم بعتهم وقسمت بيعهم العائلة وقسمتهم أنا وياك. وشحال جاك في حقك؟ يعني جاوني 5 مليون. جاتك 5 مليون في حقك وكلها عطيتيها له؟ اه كلها عطيتها له. يعني فاش ساهمت معاه وداك الشيء اللي كان جا معاه عندي انايا من ديك الاستفاده ديال الدوله كناكل شويه ونبيع شويه المجموع كله 8 مليون. اللي جاتك؟ واه 8 مليون اللي جاتني في ديك الاستفاده اللي كناخذوا من الدوله. كناكل منها شويه وكنبيع منها شويه وكنوفر شويه وملي بدا كيبني عطيته لي 8 مليون المجموع كله 8 مليون. لا قولي لي شحال عطيتيه الفلوس ديال الذهب وشحال عطيتيه الفلوس ديال الورث ديالك؟ داك الورد؟ اه شحال عطيتيه في الورد وشحال عطيتيه من الذهب اللي بعتيه؟ الورد جاني 5 مليون جاتني. عطيتيها له كلها 5 مليون؟ واه عطيتها له كلها. ما كاينش حتى شي ما كاينش شهود بانك عطيتيه 5 مليون؟ لا والو استاذ ما عندي حتى شي حاجه الا الله، عندي غير الشهود باش كنت ساكنه انا وياه في المخيم صافي. هذا الشهود قالوا لي حنا نسكنوا نشهدوا قبيله كنتي معاه وضحيتي معاه. ولا عيطت له دابا امينه وقال لي انا راه ما عطاتنيش هذوك الفلوس. ولو تعيط لي استاذ ما غاديش يقول لك الحقيقه. ولكن شكون اللي قال لي بانك انت الا الله؟ وشكون اللي راه الله اللي تيعلم؟ لانك انت شكون اللي قال لنا بانك انت كتقولي الحقيقه؟ يمكن كاين سوء تفاهم بيناتكم في هذا الشيء ديال الفلوس، يمكن يقول لك كنت كتساليني ولا كنت كنسهلك ولا كنت مسلفك ورديتي فلوسي. لا استاذ ربي شاهد لي عمره ما سلفني، عمره ما سلف لي ولا انا سلفته الا الورث ديال الوالد الله يرحمه وداك الشيء ديال الذهيب ديالي والمونه اللي كنستافدوا من الدوله كنت كناكل شويه ونوفر شويه ملي بدا كيبني ساعات وقلت كبر الحياه عمرنا ما نتفاقين ما باقي حتى الموت. هذا الشيء اللي كانت باري انا. واخا نعيطوا امينه، نعيطوا دابا للسيد ديالك نشوفوا شنو يقول لنا. واخا امينه بارك الله فيك دكتور. واش بغيتينا نعيطوا له ولا ما نعيطولوش؟ الا كان في القانون استاذ داكشي راه مسؤوليتك انت. لا في القانون غادي نعيطوا له، هو تيبقى دائما عنده الحق انه يجاوبنا ولا ما يجاوبناش. اسمعني ماشي مشكله استاذ، حنا نبغيو نشوفوا اشنو هي النيه ديالو. واش واش يعني باغي يزيد يكمل يعطيك الحق ديالك؟ واش غادي يرد لك الوليدات ديالك ويجلسوا معاك ونشوفوا حتى من رايه هو في هذا الموضوع ونشوفوا واش انت قاده باش تقابلي وليداتك؟ واش داك الفلوس اللي غادي يعطيك واش قابلين؟ انا ولادي يا استاذ نهزهم بالحمس مالي نديرهم على كتافي ونبيع نتعادل. شحال في عمرك امينه؟ شحال في عمرك؟ شحال في عمرك امينه؟ عندي 37. وكتخدمي؟ كنخدم غير في الوزين ديال الحوت وكنخدم غير عند الضب.
غير في الديار عند العيالات. المهم عندك واحد الدخل، المهم كتدخلي شي بركه، عندك شي شويه الفلوس كتدخليهم. ايوا الحمد لله على كل حال الحمد لله. لا هذا هو المقصود، يعني ما تكونش يعني ما عندكش حتى شي دخل، ولا تكوني مريضه، ولا ما قاداش تخدمي، ولا ما كايناش الخدمه. يعني الحمد لله الا كاينه الخدمه وقاده تخدمي، هذه حتى هو خبر طيب. يعني يمكن لك تدبزي مع الزمان ومع داكشي اللي كيعطيك هو وداكشي اللي كتخدمي انت به، يمكن لك تقضي الامور تيقرا وليداتك ويكبروا. ولا لا 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 استاذ، نخدم من حقي، غادي نخدم وكنخدم في الوزين ديال الحوت كنخدم. اذن صافي، نتكلوا على الله امينه، ونعيطوا للزوج ديالك سي مصطفى مع وليداتي باش ما عطى الله عرف من الكبده ديالك ربي اللي عالم بينا جيتهم. واخا امينه، اذا نعيطوا للزوج ديالك نشوفوا مصطفى شنو غادي يقول لنا. دانا عبد سيف الدين بلغيتي في الاخراج، غادي يتصل لنا بالطرف الثاني اللي هو الزوج او الطليق ديال امينه مصطفى، ونعرفوا معاه شنو النوايا ديالو، ايضا حتى بالنسبه للحق ديال امينه في الدار. دكتور معتوق، اليوم امينه كتسول واش يمكن لها تستفد او ترجع الحقوق ديالها اللي اعطاته في هذيك الدار، يعني النصيب ديالها اللي ساهمت به في هذيك الدار. هذا المحمول ديال مصطفى. السلام عليكم. السلام مصطفى، هذا السلام عليكم من جديد، مرحبا بك على راديو أصوات. مصطفى ما كنسمعوكش مزيان، فشي بلاصه ما فيهاش تغطيه. مصطفى كتسمعنا؟ راك معنا مباشره في برنامج كاين الحل مع الدكتور معتوق في راديو أصوات مباشره. وملي تنقول مباشره يعني كل الناس اللي شاعلين الراديو والموجه ديال أصوات كيسمعونا اليوم. دكتور معتوق شنو غتقول مصطفى؟ سي مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس سيدي، كل شيء بخير؟ لا طولنا عمرك الحمد لله. كتسمعنا مزيان سي مصطفى؟ كنسمعك سي الله يبارك فيك. قول لي كتسمع شي شويه الاذاعه الاصوات ولا ما كتسمعهاش؟ كنسمعها. وكتسمع فيها شي برامج؟ اي كنسمع بعض الخضر فيها، كنتفرج بعض الخضر. شنو هو البرنامج اللي كتسمع؟ شنو هو البرنامج اللي كتسمع له؟ ديال رشيد اللي كنسمع بعض الخضر كنتفرج. شكون رشيد الادريسي؟ اييه كنتنتظر البرنامج. هي كتقصر بالليل معاك، كتسمع داك الملفات ديال داك الناس ياك والقضايا ديالهم. الاحداث ديال المجتمع ديالنا راه معروفه، كنتبع داك الاحداث ديال المجتمع. ايوا سيدي برافو عليك، ما عندي ما يسالك سي مصطفى. اذن راك كتعرف الاذاعه ديالنا. ها؟ اذن راك كتعرف الاذاعه ديالنا، كتعرف الراديو ديال الاصوات. نعم كنعرف. قول لي سي مصطفى، عرفتي علاش عيطت لك اليوم؟ اييه خو. عيطت لك اليوم في هذا البرنامج اللي سميتو برنامج كاين الحل، كتعرف هذا البرنامج؟ نعم. برافو عليك سيدي، عيطت اتصلنا بنا، اتصلت بنا السيدة أمينة طليقة ديالك من وليداتك. نعم وقالت لنا بأنها اليوم المحكمة عطاتها أربعة ديال الوليدات تكون يعني عندها الحضانة ديال أربعة ديال الدراري اللي جوج ولاد وجوج بنات، ولكن أنت يا خديتي دابا جوج الوليدات جالسين معاك وجوج البنات بقاو معاها. نعم كاين الصحة. وقالت بأنه النفقة حكمت لها المحكمة بين النفقة والكرا واحد 46 ألف ريال شهريا. نعم. واليوم ما كتعطيهاش هاد الفلوس كلها، كتعطيها النص او قل من النص. كنعطيها 1200 والشهر اللي قبل، والشهر اللي قبل عطيتها غير 11000 ريال. لا اصلا مزيان، لا كنعطيها 1200 راه عندي اوراق انا نوطيها صحيحه. مزيان اها. مخلي لها الدار فين ساكنه، كنخلص لها الماء، كنخلص لها الضوء، والدراري ما بغاوش يسكنوا معاها، ما يبقاش يخليهم يضيعوا، فهمتي؟ ولكن انت درتي لها دعوه ديال الافراغ، علاش بغيتي تخرجها من الدار دابا؟ لان هي كتديني على الخور الخاوي، على المسائل الخاوية. انا خدمت على الحقيقه ديال بان الدار انا كدير 1500 درهم ديال الكرا. هي الكرا ديال الله غير 400 درهم قانونيا. مزيان، معنى هادشي اللي قلتي. دابا الدراري ولادي راه غير كاري لهم وقابلهم في القرايه ديالهم، الان ما كاين خدام جابوا لهم قابلهم غير هما. واخا هادشي اللي قلتي راه ما فيه عيب، المحكمه حكمت لها ب 400 درهم وانتيا الدار كتسوى 1200 درهم ديال الكرا، هادشي اللي قلتي ماشي عيب، ولكن العيب ولكن مصطفى كنخلصهم وكنخلص الضوء. مصطفى. نعم. المحكمه رعات في ديك السومه الكرائيه بزاف ديال الامور، رعات الدخل ديالك، ورعات ايضا انك خلاتك الامكانيه انك تزوج وتفتح بيت اخر ودري وليدات اخرين. ولكن ولكن واش تظن بانه من المعقول انه مرتك عارف لها شنو عندها، وعارف بان عندها اربعه ديال الوليدات، واش تظن بانه من المعقول انك دير دعوه ديال الافراغ وتخرجها من الدار؟ لا
لا ولادي رانا كارينيهم الاطفال رانا البنات راه كيسخنوا معايا هي. ولكن هذوك جوج ولاد راه ماشي من حقك تديهم لها هكا. اذا كانت افران كريني نكري لبلادي انا ولادي ولادي ما نخليهمش يضيعوا. ايوا خليهم في ديك الدار قالتي لعمهم علاش غادي تكري وحده اخرى؟ هي دابا الدار كدير 2000 و 1500 درهم شهريا وكنخلوا فيها الماء دابا وليت 2000 درهم كدير الدار. وعلى من كتخلص هادشي ماشي على ولادك؟ 2000 درهم ولكن هي كدعي على شي حاجه ما كايناش ولات دابا قاعده غير في المحكمه وما كاينش. اشنو داعيك دابا هي دايره شي دعوه ضدك ما دايره حتى دعوه؟ غنتكلم معاك راه تقريبا نمشي ديال النيابه العامه راه واحد 1000 شكايه وكثر. 1000 شكايه؟ غير على الخوان الخاوي دابا شي مصطفى تابعينا كياكلوا فيها وانا قلت لها تبع مصطفى انا بلاتي احنا نوقفوا دابا مصطفى في هذه القضيه ديال الشكايات اللي دايره بك. الا كانت دايره شكايه نهضر معاها دابا توقف الشكايات ولكن تخليها تجلس تخليها جلسه في دارها هي ولادها. اليوم الاربعاء الماضي ظرف القاضي داعي على الزياده ديال النفقه قال لها انت باقا عام ما طلقتيش وكدي النفقه. لا النفقه ما يمكنلاش تطلب الزياده حتى دوز عام. لا دابا انا قلت لهم وريتهم الدراري ولادها دابا كاين انا ولادي كاين انا وياهم دابا كنخدم في المدرسه انا ما تيخدمش الدراري انا كنت داهم هي احسن لها ديهم. لا دابا مصطفى الله يرضي عليك انا اللي بغيتك تتبع معايا. نعم. هو انه هذوك الوليدات ولادك. نعم. ولا خليتيهم مستقرين مع امهم وجالسين ومرتاحين راه يعني مزيانه انهم انا ما كتبع انا ولادي دوك المحلات ما دايرهم الا الدنيا زائله ما فيها والو الدنيا. لا ولكن بغيت ولكن هي اسمع لي هي دابا انا بغات تودي لي واحد السيد مشناقه باش انا نخلي ولادي ضحيه. انا كنت غتعودني البارح حتى نعود عليهم ونقابل ولادي لان هي طلقت على ولكن ولادي مسؤوليه عليهم امام الله وامام العبد ولادي غير مسؤوليه عليا. لا دابا انا نطلب منك طلبه مصطفى. نعم. الا قلت لك اليوم تخلي هاد السيده هذه هي وليداتها في هذيك الدار. واسمعني نكمل هضرتي يا مصطفى. نعم. بغيتك تخليهم في دارهم جالسين وتخليها تقابلهم يقراو وانت حتى انت تطلع ليهم وتجلس معاهم وتخرج معاهم فاش بغيت يعني دير الحق ديال الزياره ديالك. الا تراضيتوا بجوج على داك جوج وليدات بغاو يبقاو معاك وتراضيتوا راه المحكمه يمكن لا تزكي هذه المساله هذه وتبقاو انت جوج وليدات عندك وبلاتي نكملها مصطفى. والبنات خصهم الستره البنات ما يمكنلكش تخرجها للزنقه وتمشي تقلب هي على الكرا وتجلس مع شي ناس ولا في شي حي اللي فيه شي ناس يتكرفسوا على البنات. تما داك الناس كيعرفوها وجيرانها وتربات معاهم وكبروا البنات معاهم علاش غتخرجوا من تما؟ انا ما بغيتش نخرجها استاذ. دابا واش غتسحب هاد الدعوه ديالك؟ انا دابا نهضر معاها نشوف هاد الشكايات اللي دايران بيك باش بلا توقف هاد الشكايات. هي خاصها هي تلتزم بانها مرا بانها هي كتهدد بان الدار ديالها وداعي يعني دايره دعوه ديال البنات. انا عارف القانون عارف المسألة القانونية. واخا مصطفى اجا مصطفى واش هي باعت الذهب وعطاتك فلوسها ولا ما عطاتكش فلوسها؟ ها؟ باعت الذهب ديالها وعطاتك فلوسها؟ ديال الذهب اللي باعت شحال هادي؟ لا ما كاين لا فلوس لا ما كاينش ما كاينش عاد ما نضيعهاش لا شوف اش استاذ ما كاينش عندنا شي ريال ورثات قالت لنا ورثات شي فلوس ديال التيران وديال البقار وداك الشيء ورثات وعطاتك حق الورد ديالها. والله يا استاذ حق من بعث محمد بالحق لكن ريال واحد ديالها ما دافع. انا راجل بناي كنخدم بالعرق الجبين ديالي ما كاينش ريال الا ريال الا فلوس حلال وعندنا شي ريال ما نضيعهاش فيه. انا هذاك المحل هو المصدر ديال العيش ديال ولادي. ايوا دابا شنو تتقصر دابا انت بغيتي تخرجها من الدار يا وليدات هي وبناتها؟ ما بغيتش نخرجها. شنو بغيتي دير؟ اسمعني يا استاذ. شنو بغيتي دير؟ انا ما بغيتش نخرجها. شنو بغيتي دير؟ دابا راك داير دعوه ديال الافراغ. بغيت هي تعترف بالحقيقه بان هي دابا كتقول الدار ديالتي وقانون انا عندي وثائق ديالي صحيحه. فهمتني؟ وهي كتهددني دابا استاذ كتهددني انا كنعدي لها الاجره ديالها دابا دعاتني كتعطيني على النفقه كتوصف السمعه ديالي. والله العظيم كاين واحد الشكايه دابا دايراني انا كنبيع شي جيراني في الشكايه حاطه بحالك في الدعوه ديال ازاله النفقه دابا قلت لها الوكيل دابا غادي خليك معنا مصطفى نشوفوا امينه قول لي امينه واش انت درتي تدعي تتهمي بانه كيتاجر في المخدرات؟ هذيك الشكايه استاذ كنت ديرها مع من اللي كان معايا في الدار كيضربني. وهو تيضربك غادي تنوض تتهمي بانه كيتاجر في المخدرات؟ ولكن تاجا شفتو كيدخل للدار كيبان لي بحال فاقد الذاكره. اها. وبدا كيخبط عليا في المويل. اها. كيضربني. وبدا كيسدني بالكلام قبيح. ودابا امينه هادشي اللي قال دابا هادشي اللي قال صحيح ديال انك شفتي شحال من شكايه دايره به. واش دابا صافي غير طلقتو غتبقي انت جايبه الاسلحه وخدامه عليه شكايه مور شكايه؟ راه عندكم الوليدات خصكم تقابلوا داك الوليدات ديالكم دينا في المحاكم ومخلين الدراري. لا
زعما دكتور شي كاين درتها بيقطع لي الضو شهر وقطع لي الضو حرش عليا مو قطعوا لي الضو خلوني ظلمه انا وبناتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ندوزك الدرية بنت تحكي لك المشاكل. لا ما تدوزيليش لا ما تدوزيليش بنتك دابا قولي لي واش 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 دايرة دعوتها ديال كتقولي بأن داك الدار ديالك درتي هاد الدعوة ولا ما كتديرش هاد الدعوة؟ درتها أستاذ حين في البقعة استفدنا غير من الدولة وأنا ضحيت معاه وصبرت معاه هو قال لك غير من الشارع ولا ما مشيت للمحكمة أستاذ فين غادي نمشي ما عندي فين نمشي والو واش هاد البنات يخرجوا للشارع ما حرم الله. ولكن دابا أنتم عاوتاني بهاد الدعاوى اللي دايرين كلها بيناتكم أرى غادي تخرجوا غير على داك الدراري اللي ما غاديش يقراو غيبقى حتى هما متبعين هاد المشاكل ديالكم. وسكن لي واحد لتحت وسكن بالسكر مع ثلاثه ديال الليل وتهجم عليا وعندي جيران شهود وجاو للبوليس وقبضوهم من الباب بقاو كيكسر عليا في الباب هادشي كي هادي حرشوا عليا باش قال لك نخويني الدار. دابا هو راه ما عجبوش الحال هاد الدعوات اللي درتي ضدو كلهم باغا تاخدي الدار باغا تاخدي حقك في الدار دايره شكايه بانك تهمي بانك كيتعاطى المخدرات دايره بانه دعا قطع عليك الماء وقطع عليك الضوء هو حتى هو غادي ينوض يدير الدعوى ديالو واول ما دار انه طالب باش تخرج على لا من الدار. واشنو دابا رايك فهادشي هو يبقى يجر وانت تبقى تجري علاش هادشي كله سمعيني يا امينه علاش هادشي كله ما تسمحيش فيه وهو يسمح لك في هذيك الدعوه ديال الافراغ وتجلسي في دارك وتقابلي وليداتك وتخدمي عليهم وداكشي اللي عطاك هو في الشهر اللي عطاتك المحكمه غادي ينفذوا وغتقابلي وليداتك وتقلي تقريهم وتشوفي التمارين ديالهم والدروس ديالهم باش يجيبوا نقاط مزيانين وينجحوا يكون عندهم مستقبل. المستقبل شوفيه في وليداتك انت اللي عطى الله عطاه يعني ما يمكنلكش تنوضي الدبزي معاه باش تاخذي دابا الارض. انا سولتك على واش عطيتي الفلوس باش بعتي الدب قلتي لي عطيته واش عندك الشهود واش عندك شي وثائق ما كاينش هو تيقول لك انا ما عطاتنيش حتى هو تيقول لك ما عطاتنيش غتمشي للمحكمه المحكمه تقول لك شنو 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 غنعطيك ما درتي حتى شي حاجه مع هذا السيد ما جبتيش الاثبات درت حاجه الى جواز ديالي يا استاذ وربي عالم عليا بان بعت بهذا ايوا الا كنتي غاده بالنيه الا كنتي غاده بالنيه خليك غاده بالنيه قول له انا سيدي غادي نسمح لك في هذا الشيء كله انت خليني جالس في داري خليني جالسه في داري انا وليداتي شنو رايك في هذا الكلام اللي قلت اسمح لي استاذ نعم اسمح لي استاذ هو من حقه يحرش عليا هذاك وسكر وتهجم عليا لا ما عندوش الحق هو من حقه دكتور يقطع لي الضو ويخليني انا ظلمة انا وبناتي شهر ما عندوش الحق وانا استاذ الى مشيت للمحكمة مشيت على حقي وانا يا مظلومة والجيران كلهم كيعرفوني والحمد لله السمعة ديالي طيبة وهذاك الراجل راه معدي الحدود واش هو يقلع لي الحضانة ديال ولادي بدون استشارة القانون لا ما عندوش الحق ومن حقه دكتور قال عليا ولادي ربي اللي عالم بيا الدري عنده 6 سنين ولادي غير ضايعين في الشارع هو خدام وفي القهاوي وضيعوا كل شيء ولادي مشردين مشيت لقيت الدري مضروب في رجله ولقيته مخطوب وراسه وما كاينش اللي كيحامي عينيهم وربي اللي عالم بيا مليت ولادي. دابا امينه دابا يقول لي شنو بغيتي واش بحال وجهك ما خلاو كيف داروا معاه واش دابا امينه عيني دابا امينه هاد الاسئله اللي سالتيني كلها راه عندك فيها الحق ما عندوش الحق يتهجم عليك ما عندوش الحق يصيفط لك شي واحد يتهجم عليك ما عندوش الحق يقطع لك الضو هادشي اللي قلتيه كله ما كاين حتى شي مشكل ولكن واش دابا الحل هو تكملي انت في هاد المساطير ديال 3 ولا 4 ولا 5 ديال الشكايات هو ديال دعوه ديال الافراغ واش هذا هو الحل هكا غتمشيو شكون اللي غادي يدفع الثمن في هادشي هذا هو وليداتكم لان ولادني غادي يشوفوكم راه دابا لا هادوك اللي جالسين معاه ولا هادوك اللي جالسين معاك ما راهم مرتاحين ودي هنا في قرايتهم كلهم راد هو هذا هو السبب امينه هو هذا السبب هو الدعوة اللي دايرين وهاد المشاكل اللي دايرين بيناتكم هي كتلف فيا قالت لي العاره ما دوزتيش غير الدكتور شي كلمات نقولهم شحال في عمر هاد البنيته شحال في عمرها عندها 19 عام اري لي ديال 19 عام سميتها خديجه اري خديجه السلام عليكم شنو بغيتي تقولي خديجه انا بغيت نقول انا بغيت نصدر واحد الميساج داك الاب نقول ليه انا ما غاديش نسمح لك عمري ما غادي نسمح لك حيت شردتينا وبعد علينا خوتنا انا تعقدت نفسي انا بقيت كبك الزنا في قرايتي لا حتى شي حاجه انا عمري ما غادي نسمح لي عمري ما غادي نسمح لي ولكن علاش خديجه كتقولي هذا الكلام انت علاش؟ حيت هو ماما ولات معصبه بزاف لا ولكن انت علاش تقولي لبابا انا ما عمري نسمح لك يا بابا غادي تجلسي دابا تبارك الله انت عندك 19 عام تجلسي مع باباك شي شويه وتردي له عقله الا كان هو غلط تردي له عقله ولا كنتي ما فاهماش شي حوايج يشرحهم لك هو ولكن ماشي تاخذي هذا الموقف انا عمري ما نسمح لك يا بابا راه تيمكن الانسان يغلط ولكن خصك تعطيه فرصه وتجلسي انت وياه يمكن انت تلقاي لهم واحد الحل لمك وباك باش يكملوا هذا الشيء اللي بقى في واحد الهدوء وانتم تجلسوا كتقراوا وديوها في قرايتهم وهو حتى هو يديها في خدمته ويمشي بحاله. انا
ماشي تزيدوا تعقدوا ماشي تزيدوا تعقدوا الامور تقولي له انا بابا عمري ما نسمح لك ما تمشوش مباشره نحكموا ونقطعوا راه هذاك با كيما كان الحال فهمتي انا فهمتك عندك الحق انا شحال من مره مشيت عنده وبكيت مشيت للشارع وبقيت واقفه معاه وكنهضر معاه قلت ليه عافاك يا بابا رجع للدار هادشي اللي كدير فيها ما مزيانش هو السبب السبب انه شرد عائله كانت اسره مجموعه شردها هو السبب شحال من مره مشيت عنده قلت لي بابا هادشي اللي كدير فيها راه ما مزيانش راه انتم لا تفرقتوا راه حنا غنتفرقوا داكشي اللي كاين هما تفرقوا فرقوا لا حنا على بعضياتنا خوتي الصغار انا مشيت معاهم وباش كنجي عندهم كيدوروا عليا ويجيو علاش واش هادشي خليك معايا خديجه خليك معنا خديجه غادي نرجعوا لمصطفى مصطفى نعم أستاذ. سمعتي بنتك اش كتقول استاذ اول مره هي الكبيرة عزي هذه هي الكبيرة يا خديجه هي الكبيرة عيطت عليها اسمعني استاذ انا كنسمعك كنسمعك ابني زنا الفراق حرم الله اييه ولكن الفراق الفراق ما حرموش الله ماشي حرام قلت له هو النبي قال لك ان بغض الحلال عند الله ولكن ماشي حرام الا ما توافقتوش ما فيها تابس ففراق بمعروف تفارقوا في بعض الاحيان كاين حلال مزيان قلت لها هذيك امك وانا بك اييه انت بقاي حل الوسط ما تجي عليا ما تجي عليها دابا دابا اسمع لي مصطفى الله يرضي عليك اسمع لي مزيان نعم واش دابا هاد الوضعيه اللي فيها بنتك تبغيها انت واخا تكون واخا يكونوا هما غالطين لا لا استاذك المشكل في الراجل ما كيعرفش غير الله ولا راه داكشي اللي بيناتكم راه ما تعرفوا غير الله راه حتى واحد ما تعرفوا ضروري باش نكونوا في الفراق دابا غير قول لي اليوم انا ما كنهضرش على الرجوع دابا اللي عطى الله عطاه دابا قول لي اليوم واش انت هاد الوضعيه ديال بنتك كتهضر هكا وكتصرخ وكتبكي واش انت تقبلها ماشي انا باش نقبلها بان دعات هي الضروره باش نطلق هذاك الشيء امها اللي مسؤوله على داكشي مزيان علاش امها اللي مسؤوله انت ماشي مسؤول لان امها هي مسؤوله على داكشي دار شي مسائل اللي خاصها تطلق فيها شنو يمكن لك دير دابا مصطفى باش توضع نهايه لهذه المأساة هذه كاين بان امها اللي مسؤوله على داكشي ديال الاولاد لان راه مشكل الطلاق راجل زاد كيزوج العائله ولكن ماشي مسؤوله مصطفى واش انت راجل نعم مزيان عرفتي شنو هي الرجوله نعم هي انك توضع نهايه لهذه المشاكل هذه الوضعيه النفسيه اللي فيها بنتك انا ولادي مقابل ما استاذ ودابا جوج الاولاد علاش كتفرق سبيل الخوت علاش الاولاد انا فرقت بينهم استاذ شنو علاش هزيتيهم المحكمه عطاتها الحضانه علاش انت خديتي لها الاولاد وما خديتش الحضانه رجعتني عليهم رديتهم للوكيل انا كنت داكم كون ناتني منهم ولكن ما بغيتش معاها هما اللي ما بغاوش يجلسوا معاها كتعنفهم عنهم كثيرا وتضربهم ضربا مبرحا وكتشتمني ببعض الكلام يستحيا الشيطان يقولوا امام كتقولوا قدامهم هادشي مصطفى هادشي مصطفى الا كان تديروا للاولاد راه تيمكن لك دير شكايه الوكيل الملك وكيل الملك تيدير المسطره ديالو باش الحضانه كتنتقل المحكمه كتحكم باش ان الوليدات يرجعوا عند باهم الا تبت هذه المساله كيمكن لك تسقط عليها الحضانه ولكن ما تهش الاولاد وتديهم ملي تجي اختهم تبغي تشوفهم يدرقوا عليه يدرقوا وجههم لا ما تديهمش انا راه عيطوا عليهم البوليس واستنطقوهم وسولوهم عندهم الوكيل زعما خاطروا ديهم انا غير تبارك الله هادشي هذا زوين هاد الوليدات غيكبروا تبارك الله غيقراو مزيان الا بقاو هكا عايشين في الصغر ما عنديش من داك نضيعهم انا هي ما بغا هما دابا قول لي مصطفى الوقت البرنامج للاسف ما بقلناش اكثر من جوج ديال الدقائق او ثلاثه دقائق شنو يمكن لك تقول لنا انت باش يمكن لك توعدنا وتوعد المغاربه اللي كيسمعوك اذا كنتي راجل اسمعني نكمل كلامي اذا كنتي راجل حر واب رباك عندك غير اب عندك غير على اولادك شنو يمكن لك دير قول لي باش يمكن لك توعدنا باش توضع نهايه لهذه المأساة هذه شنو يمكن لك دير شنو هي التضحيه اللي دير انا باش انا اتفرغ لولادي مقابل الا ولادي قول لي شنو هي التضحيه اللي دير باش توضع نهايه لهذه الماساه اللي عندك في ولادك شنو دير؟ نفرغ لهم من الاهل ونفرغ ولادي هذوك راه نخليهم في الدار وهاد البنت اللي كتبكي ماشي بنتك؟ لا هو بغات هي دابا هي بغات امها نبغي نقول لها نجرها لها ما يدبلش انا هضرت انا بالنسبه للادب قلت لها هذيك امك وانا باك وبقيت نزيد في الوسط وجي عندي ونمشي عندك ما غندير لها ما بغاش وهاد الدعوه ديال الافراغ دابا ما توقفش هاد الدعوه ديال الافراغ وتخليها جالسه في دارها هي وليداتها هي ما وقفت هي ما غنوقفش انا لانني بغيت نعودني للبير ما يمكنش انا غادي نعود للبير ونبقى نشوف فيها اشنو هي الدعوه اللي بغيتي شنو هي الدعوه اللي بغيتي توقف هي شنو هي اللي بغيتي توقف؟ توقف جميع الاشكاليات ديال هذا العنف وانا كنخلص على المحكمه غتعقل علي انا في النفاق ولا ما تعقلش هي المحكمه لا ما غتعقلش عليك المحكمه هو انا غادي نخلص انا باش ننفق على ولادي واخا نتفقوا انا وياك واحد الاتفاق نعم اذا مشات تنزلت على هاد الدعوه اللي دايره تنزل انت على الدعوه ديال الافراغ جميع الدعوات وما بقاش الحق المحكمه على الخوى الخاوي وانا ولا تفوت على ولادي الا خليت هذه الحاجه ما بقاش ولادي اللي تعدي مراته واخا الا تنزلت هي على الدعوه انت تنزل على الدعوه ديال الافراغ
من حق بلادي ما تبقاش نضيعهم. انا انا خرجت وانا عاود نضل حدانيا حيت راه ما حدك ما تتخلصش الفلوس من نفق. انا استاذ انا اللي خرج بلادي سكنوا في دار اخرى الدار شويه انا ما عندي من ندير بها. مزيان حيت الا كنتي ما كتخلصش الكرا انا هذيك استاذ انا ما يمكنش غير هي غتخلص تخلص لنا وتخلص الدوله وانا كنشد النفقه ديالها ولادي راني كاريينهم ومقابلهم ومقابلهم في الدراسه ديالهم وكنحاول ان ما يدخلوش هاد المشاكل ولادي. حيت الا ما كنتيش كتخلص الكرا راه حتى داك الدواء ديال الافراغ راه ما غاديش تمشي ما غاتمشيش بعيد حيت انت مطالب باش تعطيها فين تسكن. دكتور معتوق مصطفى ايضا خليك معنا غادي نرجعوا بعد دقيقه او دقيقه ونصف سيف الدين تيقول لي خليك معنا ايضا امينه غادي نرجعوا بعد لحظه دائما مباشره على راديو اسوات.